أعتقد إن دي آخر مرة هنتقابل فيها في العيادة. ليه؟ خلاص مش عايز تشوفني؟ لا أنا أقدر أقول كده؟ ما أقدرش. أنا أحب أشوفك كل يوم. كل يوم إيه؟ أنا بحب أشوفك كل لحظة. بس مش بصفتي دكتور وإنتي مريضة، لا. نهلة، إيه رأيك تحضري الماجستير؟ أيوه حضري الماجستير، إنتي إنسانة ذكية وجميلة. أرد على التليفون؟ ألو؟ أيوة يا فندم. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ أخبار الصحة إيه؟ لا لا ليه كده بس ليه؟ لا منتظر حد، منتظرك في العيادة، منتظرك في العيادة. أوكي، مع السلامة. ها، إحنا كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول ان انت لازم تحضري الماجستير والدكتوراه كمان، بعدين بنقول كمان ان انت ذكيه قوي وجميله ورياه جدا جدا، ان انا مش هينفع ما اشوفكيش، انا لازم اشوفك كل يوم. طب انت عندك عيانين كتير وانا لازم امشي. نهلة، تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ أنا بحبك والله العظيم، بحبك، بحبك بجد. وكل ما أبقى عايز أقولك ما بعرفش، ما مش عارف إيه اللي بيوقف لساني، بس أنا بحبك وعايز أتجوزك. تتجوزيني؟ طب إيه، هي مشيت كده من غير ما تقولي آه ولا لأ؟ لا لا لا، بالراحة عليا شوية، الكلام اللي انتي بتقوليه ده كبير قوي وما ينفعش كمان يا ستي في التليفون. بقولك ايه، انا هعدي عليكي بكرة. بس بجد انا سعيدة قوي باللي انا بسمعه منك ده. الله يسلمك يا حبيبة قلب، مع الف سلامة. سلوى، يا سلوى. ايه يا حبيبي؟ ايه بتكلمي مين؟ كنت بكلم نحل. ايه خير، في حاجة؟ لا يا حبيبي مش اي حاجه، كلهم كويسين وزي الفل وبتسلم عليك قوي كمان، وانا قلت لها ان انا هعدي عليها بكره. مفيش مانع، عدي عليها زي ما انت عاوز. لانها كمان قالت لي خبر كويس قوي، ان الدكتور شريف قال لها انها خلاص اتحسنت وما بقتش محتاجه لاي علاج بعد كده. كويس قوي، الحمد لله. وعشان الخبر الحلو ده بقى، انا نفسي اتفتحت جدا على الاكل. ممكن تجهزي لي العشاء؟ من عينيا الاثنين يا حبيبي، في دقايق احضر لك احلى عشاء. في مواعيد تاني بره الحاجة؟ لا مفيش يا دكتور. طب اوكي، روحي انت بقى. شكرا يا دكتور. كل ده كان متوقع منها يا شريف، خصوصا انها مياله لجوازك من بنت خالتك، وانت فضلت عليها واحده سابقه لها الجواز قبل كده. المهم هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا مرعي. ما دام الامر كده يبقى لازم تروح لها عند خالتك وتحاول تصلحها وترجعها البيت عشان تيجي معاك عند نهله، ولا انت هتروح من غيرها؟ طب افرض رفضت؟ حاول معاها بس، مش هتخسر حاجة وإن شاء الله هتوافق. أهلا يا شريف. أهلا يا ماما. ازيك؟ اقعد يا ابني. اتفضل. شرفتنا يا شريف، نورت بيت خالتك يا حبيبي. هو أنت ما تجيش تزورنا إلا وماما هنا؟ مفيش يوم تقتحم الباب علينا وتقول لنا يا خالتي أنا جيت؟ معلش يا خالتي، أصل عندي شغل وشغلي واخد كل وقتي. ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. درية مديح، انت مش هتعملي حاجه لابن خالتك يشربها؟ اه يا ماما حالا. تشرب ايه يا شريف؟ ولا اقول لك اعمل لك حاجه على ذوقي؟ اي حاجه مديحه اللي تشوفيه. طيب انا هقوم اخد الدواء على اذنكم. بيتك يا حبيبي، نورتنا. سي يا خالتي. ايه بقى يا ست الكل، هتفضلي قاعده هنا لحد امتى؟ لحد ما انت تغير اللي في دماغك. يا حبيبتي يا حبيبتي، طب نرجع بيتنا ونتفاهم، ارجوك يا امي. اتفضلي يا طعم. تسلم ايدك يا حبيبتي، عقبال ما اشرب شربات فرحك يا رب. يا طعم اتفضلي يا شريف. ميرسي يا مديحه. طب هقوم انا. على فين يا طعم؟ هغير هدومي عشان اروح مع ابن خالتك بقى. حلو قوي العصير ده يا مديحه، انت
تسلم ايدك. ده جاهز يا شريف. انا قلت كده برضو. انا مبسوطه قوي 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 يا حبيبتي. ايوه كده فوقتي ورجعتي لنفسك ورجعتي لنا. الحمد لله يا ريفة. الحمد لله يا حبيبي. صباح الخير يا طنط. اهلا اهلا بحبيب الطنط. صباح الخير يا مهووس. صباح الخير يا عم. صباح الخير. جيتي في وقتك، عايزه اتكلم معاكي شويه. طب يا حبيبتي مش تقعد معانا شويه؟ سيبيها براحتها. اتفضلي يا حبيبتي. على اذنكم. طيب يا حبيبتي. على اذنكم. طيب. زينب. نعم. اتنين شاي من فضلك. من عينيا. حاضر. ممكن اعرف بقى ايه الكلام الجامد قوي اللي انت قلتوا لي في تليفون امبارح ده؟ شريف يا سلوى، شريف عايز يتجوزني، تخيلي بالسرعه دي. ده احلى خبر بسمعه. اديكي اتخضيتي بتقولي بالسرعه دي. عايزه رايي؟ امال انا يعني بقول لك ليه؟ شريف ده انسان ممتاز وناضج وعارف هو بيعمل ايه كمان، وبعدين غير كده وكده بقى بدل طلبك للجواز يبقى عارف حياه مشاعره كويس. بس انا خايفه قوي يا سلوى. خايفه من ايه بس؟ انت لازم توافقي وفورا. الموضوع مش بالسهوله دي، وبعدين ما تنسيش التجربه اللي انا مريت بيها ما كانتش سهله ابدا. المشكله اللي انا محطوطه فيها دلوقتي ان شريف مستعجل جدا، عايز يعرف رايي عشان يجي يطلبني من بابي. انت بتضحكي على ايه؟ بضحك يا ستي على العاشق الولهان اللي مستعجل قوي ومش قادر على بعدك يا جميل. اوه خليكي جد بقى يا سلوى. انا بتكلم جد اهو، والجد بيقول انه انسان محترم واخلاق وله وضع في المجتمع كمان، وانك صغيره ولازم تبداي حياتك من جديد مع واحد زيه يفهمك ويقدرك ويقف جنبك. يعني اوافق طبعا. ايوه بس يعني. بس ايه يا نهول؟ ما تبقيش متردده يا حبيبتي، قلت لك انك لازم تبداي حياتك من جديد مع واحد زي شريف، اخلاق وابن ناس، وغير كده وكده بقى واضح انه بيحبك قوي، والا ما كانش طلبك بالجواز واصر عليه بالسرعه دي. وبعدين انت خايفه من ايه؟ عندكم وقت تدرسوا بعض كويس قوي. انت شايفه كده؟ انا شايفه كده ومفيش غير كده كمان. حبيبتي انت لازم تكوني مقتنعه كويس قوي بالخطوه اللي انت هتاخديها، لانه في النهايه هي حياتك وانت اللي هتعيشيها وبس. عندك حق. عندك حق. الكلام ده لا يمكن يحصل ابدا. هو حصل والسلام. وشكلك قدام الخلق هيبقى ايه؟ كل شيء اسمه نصير. هو ابني في حاجه تتعيب اياه؟ استغفر الله، ابنك ما فيهوش حاجه خالص. هي اللي هتاخده احسن من ابني في ايه؟ اكمله مكمل علامه؟ يا ابني ده ابن عمها ومخطوبين وهم صغيرين والناس كلها عارفه، وكان عنده ظروفه خلصت خلاص. يعني برضك تكسر قلبي يا عمي؟ لا ما تكسرش قلبك يا جد، ورتكنا انا اكسر قلب بنتي؟ خلاص ربنا يسالك في اي واحده تانية وربنا يكون معاها بقى. ده اخر كلام يا عمده؟ احنا عازمينكم على الفرح، احنا اهل برضه مهما كان. عندك حق. يلا بينا يا ولد. يلا بينا يا ابوي، ما عادش في كلام تاني يتقال. السلام عليكم. غزال، النبي غزال، احنا اللي خسرانين، خسرانين عيد. راجع تدور على ايه يا احمد؟ على رضا ابوك ولا على سعاده ما انتش عارف طريقها، ولا على حب ضاع؟ والامتى هتعيش عشان ترضي كل اللي حواليك؟ ليه امتى هتعيش عشان تسعد غيرك ومحدش ابدا بيفكر في سعادتك انت؟ يا خسارة يا خسارة يا احمد. صحيح زي ما بيقولوا المكتوب مفيش منه هروب. مالك يا ولدي؟ قاعد لوحدك ليه؟ ده احنا ما صدقنا رجعت في وسطينا من تاني، ولا لساك عايز تبعد عنا؟ قوم يا ولدي اقعد مع ابوك، داني ده بحالك ذكر البط اللي بتحبه اللي يستاهل حنكك. حاضر يا امه. اوعى يا ولدي تكون لساك شايف في نفسك من اللي حصل في مصر. ده كل شيء جسمه ونصيب، وعلى رأي المثل المكتوب مفيش منه هروب. صح صح يا أمه.
وانا غاضب المكتوب وحامد ربنا على كل شيء. ايه وجديه؟ اضحك اضحك يا ولدي. يلا قوم قوم، يلا نروح لابوك. قوم يما قوم. تعالي يما شوفي الفستان. ربنا يسعدك يا حبيبتي. انا ما مصدقاش روحي لحد دلوقتي. روحي انت دلوقتي يا سهام. حاضر يا ست الحاج. لا صدقي يا حبيبتي، كلها كم يوم وتبقي في دار واحدة مع ود عمك. صحي يما، يعني اللي انا فيه ده مش حلم؟ لا يا حبيبتي ده علم، بس انا يعني كنت عايزاكي ما تبقيش مدلوجة عليه كده، عاوزاكي تبقي عزيزة شوي. كده برضك يما؟ يعني اني مش عزيزة؟ يا حبيبتي انت ست لبنتي، بس انا عايزاه يعمل لك حساب، عايزه يكون ليكي كلمتك ورايك، وما تبقيش عامله زي ما انا مع ابوكي. يعني عايزاني امشي كلمتي عليه يما؟ كيف ده يا حبيبتي؟ ما تفهمنيش غلط، جوزك راجل ولازما تسمعي كلمته. انا بس كل الحكايه ان انا خايفه لا يظلمك وياجي عليكي. ما تخافيش يما، احمد ود عمي ما يظلمنيش واصل. ربنا يسعدك يا بنيتي. خد يا ولدي. تسلم يدك يا امه. بقول لك يا حاج. قول يا ام العريس. كنت عايزه اخد فاطمه ونمر على تهاني، اهو برضك نفرح قلب البنيه ونحسسها بفرحتنا بيها. واجب برضه يا بدريه، بس فاطمه تاخد اذن جوزها. الجول جولك يا بوي، واني ومحفوظ ما نقدروش نكسروا لك كلمه. ربنا يرضى عليكم. ايه مالك يا سهم؟ ليه مش فرحان انك هتتجوز؟ لا ازاي يا ابوي، بس انا فرحان اكتر برضاك عني. الله يرضى عنك. بقول ايه، انت لحد الوقت ما رحتش لاخوك الغريب داره، واجب تاخد زياره وتروح له تطمن على سيف ودم. ان شاء الله يا ابوي، انا ناوي النهارده اروح ازورهم. انا كل خايف منه ان خال الحاج يقول لاحمد على الحكايه وتبقى مشكله دلوقتي. طب يا ريت يقول له، وعلى راي المثل وجوع البلاء ولا انتظاره. والله انتظاره في الحاله دي احسن، انا خايف من احمد، خايف احسن اخسره، خايف ما يفهمش انا عملت كده ليه. احمد لازم يزعل منك يا غريب، بس انت طول بالك عليه شويه. اهو جم، يا رب جيب العواقب سليمه. يا رب يا رب عدل لي ناس احنا خنت. يا رب يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا خال؟ ازيك يا غريب؟ ازيك يا باشمهندس احمد؟ تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. تعالي يا جميله، تعالي سلم على خال الحاج والباشمهندس احمد. اهلا اهلا، نورتي يا عم الحاج. اهلا يا عم الحاج. كيفك يا بنتي؟ الحمد لله. كيفك يا باشمهندس؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على السلامة وألف مبروك، ولو نام متأخرة شوية. الله يسلمك ويبارك فيك يا رب. يا يلا يا جميل اعمل لنا الشاي أمال. حاضر حاضر. نورتوا الدار يا خال. منورة بهلا يا ولدي، كيف الولاد؟ بخير والحمد لله. أمال هم فين صحيح؟ عايزين نشوفهم. أقوم أجيبهم لك؟ لا لا خليك خليك مرتاح أنت. خليك قاعد مع الحاج عبد الجليل وأنا هطل عليهم بنفسي. طيب. سامع صوتهم يا ام؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله. مالك يا ولد مالك؟ طب بس بس خد خد عشان ما تزعلش، خد امسك امسك اهو. وده لاخوك اللي نايم راخر. خد ربنا يحرسكم.
ماما يلا يا باشمهندس تعالى كرة معانا امال. ايوه جاي اهو جاي. ايه يا باشمهندس في ايه؟ لا مفيش مفيش يا غريب، بس افتكرت ابن الله يرحمه، لو كان عاش كان زمانه بقى قد عيالك كده. بقول لك ايه يا ولدي؟ خير يا ابو؟ نجهز العشاء يا خال. لا لا عشاء ايه يا غريب، احنا هنشرب الشاي ونتكل على الله. تفضل الشاي. تعالي اقعد يا جميلة. حاضر. كنت عايز تقول لي حاجة يا ابوي؟ نسيت يا ولدي نسيت. كيفك يا بنتي؟ كيف ابوك يا ام تواب؟ الحمد لله يا عم الحاج بيسلم عليك. وانت كيفك يا عريس؟ الحمد لله زين. العشاء جاهز تاني. شكرا. العشاء جاهز يا شكري. شكري العشاء جاهز. شكرا. شكرا رد عليك. ايه يا شكري مالك؟ شهود عليه كمان. المرة دي مش هقدر احل المشكلة من غير ما يدفع ثمن غلطته. احنا كل اللي هنقدر نعمله دلوقتي اننا نحاول ان الحكم يبقى خفيف عليه. حبيبي يا ابني سامحني يا ناجي، سامحني يا ناجي، انا السبب، انا السبب. دموعك مش هتنفع في الحالة دي يا نيرة، مش هتنفع الدموع. احنا ندعي ربنا قبل المشنقة ما تلفش حوالين رقبة ابننا. مشنقة يا ابني يا ابني. يا ماما يا ماما افتحي. برضه مصرة انك ما تجيش معايا؟ يعني هتسيبيني اروح لوحدي في مشوار زي ده؟ انا قلت لك مش هروح، يعني مش هروح. ولو انت مصمم على اللي في دماغك اتفضل روح لوحدك. ما هو مش هينفع اروح لوحدي يا ماما ارجوكي. بعدين بقى اتفضل. يا ترى فوزي دي موجود؟ ايوه موجود. اقول له مين؟ دكتور شريف حمدي. ثانيه واحده اديله الخبر. اتفضل. اهلا وسهلا. دكتور شريف حمدي رافض السلمون. اهلا وسهلا. اتفضل. 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 اهلا وسهلا. يا زينه. نعم يا فندم. من فضلك يا زينه بشوف الدكتور شريف يشرب ايه. اهو مظبوط. حاضر يا فندم. خليهم اتنين قهوه مظبوطين، ودي البابا خبر. تحت امرك. اهلا. ايه؟ عروستك الحلوه خلصت ولا لسه؟ خلاص خلصت. مالك يا نحله؟ مش عارفه خايفه متوتره كده. يا حبيبتي انت لازم تكوني هاديه عشان الدكتور شريف ما يحسش باي حاجه. هحاول. قولي بابي نزل؟ لا بابي لسه ما نزلش، بس اكيد هينزل دلوقتي هو وطنط رأفت قاعد معاه تحت. اوكي. بقول لك ايه، انا مش عايزاك تقلقي خالص، كل حاجه يا حبيبه قلبي هتمشي زي ما احنا عايزين واحسن. وبعدين انا شايفه عمي بقى وطنط مبسوطين كمان بالجوازه دي قوي. المهم عندنا عروستنا هي اللي ما تقلقش وتكون مبسوطه وفرحانه. حاضر. يلا بقى عشان هما بيستعجلونا. طب هظبط الميك اب وشعري. يلا بسرعه يلا بسرعه. يلا يا رزقي يلا.
اهلا وسهلا دكتور شريف حمد. اهلا يا دكتور. ماما اهلا وسهلا اتفضل. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. نورت وشرفت. سيل ذوقك. طبعا يا فوزي بيه حضرتك عندك خلفيه عن سبب زيارتي النهارده. طبعا يا دكتور. نهله قالت لي كل حاجه. طب ويا ترى راي حضرتك ايه؟ والله رايي واضح طالما حددنا ميعاد النهارده. والله ده هيبقى شرف كبير ليا، وان شاء الله هبذل كل ما في وسعي عشان اسعد نهله. ان شاء الله يا دكتور. دكتور شريف، انت طبعا عارف حاله نهله كويس وعارف ظروف جوازتها الاولانيه. طبعا نهله حكت لي على كل حاجه. علشان كده يا دكتور انا عاوز الفت نظر حضرتك لحاجه مهمه وخطيره جدا. رغم فشل تجربه نهله اخت في جوازتها الاولانيه من احمد، الا انها كانت بتحبه جدا، وعلشان كده هي دلوقتي بتمر بفتره انتقاليه ما بين قصه حب قديمه وما بين تجربه جديده مع حضرتك، واعتقد يعني ان مشاعرها مش هتتغير بين يوم وليله. ما تقلقش يا استاذ رافض، دي حاجه عاديه بتمر عليا تقريبا كل يوم. الشيء اللي هتندهش له ان مشاعري من ناحيه نهله ما بقتش علاج وبس، بقت حب. عشان كده جيت اتقدم لها. ربنا يسهل يا ابني. يعني ربنا يسعدكم، وخصوصا انك عارف حاله نهله. اهلا يا دكتور شريف. ازيك يا نهله؟ الحمد لله، نورتنا يا دكتور. سلوى مرات اخويا واعز صديقه ليا. اهلا وسهلا. بقول يا رأفت، ما تاخد الدكتور شريف كده وتقعد في الطراز شويه. يلا يا نهله خدي سلوى واطلعي اقعدوا مع بعض شويه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. انا اذن حضرتك. اتفضل. الحكايه فوزي، وهي مثل اللي قبله ولا ايه؟ جاي يخطب لمعاه اب ولا ام ولا خال ولا عم؟ هو في ايه؟ كل واحد فيهم يجي يتجوز جاي من غير اهله؟ بقول لك ايه؟ اهدي. شايف ان ظروف الدكتور شريف مختلفه عن احمد. ظروف ايه بس اللي انت بتتكلم عليها؟ الله، ما التاني برضو قاعد يقول ابويا بعافيه وابويا تعبان وزمانه جاي حاضر، ويوم ما ابوه ما جه واضح قوي على وشه ان ما كانش عايز ابنه يتجوز بنتنا. انا شايف ان الدكتور شريف مفهوش عيب. يعني انت شايف كده موافق؟ ايوه. وبعدين يعني انا اللي يهمنا ان بنتنا تتجوز وتتستر، يجيب لها شقه، يجيب لها فيلا، يجي يقعدوا معانا هنا، المهم نطمن عليها. هقول لك ايه؟ خلاص. اهلا يا طارق. اهلا. ازيك يا طارق؟ الله يسلمك يا عمي. اقعد يا ابني اقعد اقعد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه حكايتك جاي؟ انا مستعجل قوي مش حبايبك. في الحقيقة يا عمي أنا فعلا مستعجل، لكن في سبب تاني مهم جدا هو اللي خلاني جيت بدري. خير يا ابني؟ عبد المعطي السباعي اتقبض عليه من نص ساعة تقريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يمهل ولا يهمل، إيه السبب؟ في الحقيقة يا عمي أنا لسه ما عرفتش، لكن أول ما هعرف أكيد هبلغ حضرتك. برافو عليك يا ابني. أمال نهى فين يا عمي؟ نهى بتوضى بنفسها في الأوضة ونازلة. واه غريب، لساك ما لبستش؟ زفت احمد جربت ولازم توقف جاره. هو انت مش اخوه ولا ايه؟ ما خبرش يا جميله، النهارده بصيت في عين احمد حسيت انه مش مبسوط. ليه بتقول كده؟ ده اليوم اللي احنا كنا مستنيينه من زمان. احنا مش هو، انا حاسس ان انا السبب. لولاش خطفت الولد سيف من مصر كان زمان احمد قاعد هناك دلوقتي، وما كانش بيجي فيها فرح من اصله الليله. غريب، اللي حصل حصل والشمل اتلم خلاص، واللي كان قصدك يحصل حصل خلاص. احمد عاود وهيتجوز بنت عمه وخلاص، خلصت الحكايه. يا غريب، فكرك كده؟ قصدك ايه؟ قصدي ان احمد لازم يعرف ان ولده عايش وموجود عندنا في البيت. انا قلت لخالي يا فتحي وقال لي لا، هو اللي هيبلغه بالحكايه من اولها. انا خايفه الحكايه دي تعمل مشاكل بيناتكم. هو ده اللي هيحصل، ويا عالم هتنتهي كيف. انا عايزك تنسى كل المشاكل اللي لادي. يا غريب، انت اخو العريس ولازم انتك في جاره وتستقبل الضيوف، دي الناس جايه من كل ناحيه ولازم أن تكون موجود. طيب يا جميله، اما الحق خلي الحاج عبد الجليل احسن يحس اني اتاخرت عليه ولا حاجه، يسمعني كلمتين وانا مش ناقص. يلا جهزي لي الجلابيه الغامقه. حاضر يا اخو. Thank you.
ادخل على النار لما تجيب، انا فاعل قلبي من حديد. ادخل على النار لما تجيب، انا صعيد يا بوي والله صعيد يا بوي، انا صعيد يا بوي والله صعيد يا بوي، انا صعيد قلبي من حديد بلدي. برد النادي يا رجال النادي. او زمننا زمن الكل الضال، لو ما بالصبيح بطلوها، دلوقتي ناس بنا أبطال صباحهم يحلفوا بابوها. او خليك واقف على الحد، خلي عيونك نظيرة، ده ما حد رزقه على حد، لكن المصايب كتيرة. هو بنت جمالك هبشني، والهبشة جت في العباية، ده رمان صدرت روشني، صبح فطوري عشايا. يا ناس خطر في صوت ولد الهلالية، سلم على فجار ردوا له التحية، لا مطوى وانا سكت ضربهم في العين دي. برضه عشان خاطر العريس والحبايب والنجم والدليل الناس. تسلموا تسلم. يا عريسنا يا حبايبي يا ناس، الله يخليك. الله يخليك. سلموا عليك. يا عريسنا يا حبايبي يا ناس، ده خلاص بقى نلت اللي في بالك، فاضي وافرح وليل وسلاح وحرية من الجنة جبال. يا هنية يا هنية انا العريس وتحيته والنجع وكل حبايب النجع. المولى بعد الصبر عطا عروسة حلوة وعمورة، القمر هتعيش وياك وبيتها شطرة وشطورة. اتهنى ويس اتهنى ويس. ايه يا ابو تعريش ما تضيعش وقت من غير فايدة ويانا، روح انت خد عروستك وروح البيت. قوم. حاضر يا ابو. حاضر. نورت يا عصمت بيه. نورت نورت. تكرين يا عمدة. عمدة خليك. تكرين. غريب. سلام عليك. تكرين. تكرين. جامد. هتيجي لك صندوق. يعني جاي معاك يا واد عمرو. الله يكرمك يا جابر ربنا يخليك. برضه الاستاذ احمد والنجع وجنى. ايوه يا بكره. السلام عليكم. السلام يا واد عمي. السلام. الف مبروك. خليها على الله احلها ويا الله، خليها على الله اعدلها ويا الله. دنيا وحدش واخد حاجة، خليها على الله. خليها
صباح الخير. يسعد صباحك ويجعله صباح نادي. ايه اللي قومك من السرير؟ يعني قلت اقوم امشي ردي شوية. انت ايه اللي قومك؟ انا قمت احضر الفطور لسيد الرجال جوزي وتجراسي. طب قولي لي يا بنت تهاني، عجبتك ليلة امبارح؟ واه ده كان فرح ما حصلش زيه في الناحية كلها. يا تهاني الفرح بس. يو يا سحنة، تصدق أنا كنت حاسة إن ده حلم عمره ما هيتحقق. معقولة أحمد جنبي بحق وحقيق؟ يا ده أنت بنت حلال قوي يا تهاني، ربنا يقدرني واسعدك واعوضك عن كل اللي فات. سيبك من اللي فات، فكر في اللي جاي. اللي جاي ده بقى بتاعي انا وانتي وبس، مش هخلي نفسك في حاجه خالص يا تهاني. كل اللي انت عايزاه هجيبهولك، هجيب لك كتب واقعد اقراها معاكي، ولو عايزه تكملي علامك انا هكون اول واحد يقف معاكي. صح يا سحمد؟ طبعا صح يا تهاني، مش مراتي. انما ايه حكايه يا سحمد يا سحمد يا سحمد؟ ايه احنا في فيلم عربي قديم ولا ايه؟ ربنا يقدرني واقدر اسعدك. انما استني هنا عاد، انت هتاكليني في الكلام ولا ايه؟ فين الوقت؟ واه يقطعني بس يا فرحانه. خلص يا بنت بسرعه. واه 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 فروج، فروجي والسلطة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ورز وعيش شمسي. ايه ده كمان؟ رز تاني وخضار ومركسيت لحم. هاتي يلا هاتي الفطير والزبدة واللبن والبيض. ايه 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 بس بس، ايه ده كله؟ ايه مظاهرة ولا ايه؟ واه مش فطور عرايس؟ والله خسارة فيه. خسارة للحاج عبد الجليل. تكلم عبد المعطي، شحنة اللحوم المجمدة اللي جاية دي باسمك انت، والمخدرات كانت جواها. معنى كده ان المخدرات دي بتاعتك انت. مخدرات؟ مخدرات ايه يا باشا؟ انا معرفش حاجة عن الموضوع ده ابدا، انا عمري ما شربت سجارة. امال مين اللي يعرف يا عبد المعطي؟ يا باشا انا مستورد لحمة مش مستورد مخدرات، اكيد حد عايز يدمرني هو اللي ورا الحكاية دي وبلغكو. لو حد وراك دلنا عليه بدل ما تشيل الليلة دي كلها لوحدك، وبالمرة تساعد نفسك وتساعدنا. اكتب يا ابني. قررنا نحن وكيل النائب العام حبس المتهم عبد المعطي السباعي 4 أيام على ذمة التحقيق وإراعة التجديد في الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا عمر. ازيك يا عمر؟ كيفك يا عمر؟ كيفك يا جابر؟ اتفضلوا معانا يا رجالة، اتفضلوا. ألف مبروك يا حاجة. يا ألف خطوة عزيزة. أحطها في القفص. جوا جوا. أمال وين تهاني؟ عايزين نطمنوا عليها ونباركولها. في أوضتها فوق. يلا نطلعوا لها. يلا يا يلا يا حاجة. ألف مبروك يا تهاني. الله يبارك فيك يا ماي. مبروك يا صباحية مباركة. الله يبارك فيك يا حبيبتي. صباحية مباركة يا عريس. الله يبارك فيك يا مرات عم. صباحية مباركة يا ولدي. عشت يا أم، عشت. صباحية مباركة يا أخوة. الله يبارك فيك يا فاطمة، تفضلي. صباح يا عمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا عريس الحمد لله بخير يا أبوي. مبارك. ازيك يا عريس؟ مبروك. الله يبارك فيك يا عمدة، نور يا عمي. ألف مبروك يا ود عمي. عشت يا جابر، عشت. أهلا، تفضل تفضل يا حاج.
امال يعني الغريب اتاخر ليه؟ بيقولوا الغايب حجته معاه. الف مبروك يا جوز بنتي. الله يبارك فيك يا عمده. الف مبروك يا واد عمي. مردود لك في الافراح يا جابر. السلام عليكم. اهلا. السلام ورحمه الله. مبروك يا خال. ازيك يا عمده؟ مبروك يا اخوي. الله يبارك فيك يا غريب. الله يبارك فيك. ازيك يا جابر؟ اهلا واد عمي. يا غريب تاخرت كده ليه؟ بصراحه ما كنتش خابر اجيب لك ايه، وبعدين فكرت مع نفسك ده، قلت اكيد يعني انت متشوق تقرا الجرانين فجبت لك دولة. الله يحزك يا غريب. انا فعلا كنت عايز اقرا الجرايد. تسلم تسلم. تفضل. شكرا. الاسبوع الجاي ده عندي جلسه مهمه في المجلس، ابقوا اتفرجوا عليها في التلفزيون. انت نازل مصر يا ابوي؟ طب انا جاي معاك. ليه بقى ان شاء الله؟ عجابل المعلم مصطفى عشان المحصول السنه دي، واذا ما اتفقناش معاه هنشوفه مشتري غيره. قفل على الحديث الماسخ ده، لان وقته وقته ولا المكان مكانه. اللي تشوفه ابوي. طول بالك يا سياده النائب. سيادتي شاب الرايد الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه يا حاج، راحت عليها نومه. مبروك يا عريس، صباحيه مباركه. الله يبارك فيك، صباحك بالخير يا محفوظ. خش اقعد اقعد، كمل نومك.